خالتي؟ ساهيل ما رح يجي له. شو عم تحكي انتي؟ ليش ما رح يجي؟ شو صاير معه؟ خالتي أنا رحت على حي بديكا وساهيل كان هنيك، وإذا بتعرفي شو صار هنيك أكيد ما رح تكوني مبسوطة بالشي اللي شفته يا خالتي. بدك يعني اتزوج من ساهيل؟ كيف فيك تفكري بهذا الموضوع؟ طيب وين الغلط بهالشي؟ اسمعي فيديكا، صفي عقلك وفكري بالموضوع. ايه؟ هيك انتي رح تتزوجي من عيلة أجروال يا بنتي، وانا؟ انا رح اقدر اعيش عيشة مرفهة. قولي لي انا غلطانة بشي؟ ليكي فيديكا، ساهيل الابن الوحيد لعيلة أجروال، ونحنا ما لاحقنا ساهيل ولا طلبنا شي. هو اللي اجى لعنا صح؟ وشكله بيحبك كتير. شو أكتر شي رح يصير؟ إنه عمته تعمل لنا شي قصة تزعجنا؟ بس عن قريب هي رح تحترم كنتها المستقبلية. بعدين أنتي رح تعيشي بالقصر مثل الأميرات. خلص ماما بكفي، لبقى تحكي بهالقصة. اسمعيني شوي فيديكا، طلعي اليوم كان في احتفال وساهيل إجا لحتى يحتفل بالسنة معي. هذا يوم مميز لحتى تبلشوا ارتباطكم فيه. خلص أمي. لأول مرة بتاريخ هاي العيلة نحن عم نكون حزينين بدل ما نكون عم نحتفل مثلهم بهي السنة. هديك المرة اللي اسمها فيديكا هي المسؤولة عن حزننا بهاليوم. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة. خليني احط هاللون على عمتي بيملا. عيد سعيد عمتي. اختي غوري، عيد سعيد، عيد سعيد، عيد سعيد، عيد سعيد. لحظة شوي، رح احط لك هاد. عيد سعيد. عيد سعيد أخي ساهيل. آسف آسف لأني مو بوعي اليوم، بس هي أول مرة بحتفل معكم وقلبي مكسور. ما حدا منكم بده يسألني شو اللي كسر لي قلبي هيك؟ متأكد تعرفوا ليش، بس برجع بخبركم. وكنتكم المستقبلية فكرت اني شخص سيء وقالت اني عم طاردها. هي مفكرة باني عم لاحقها. هلأ فهمت، لهيك انت مزعوج. تهانينا إلكن، فزتوا. مين أنا؟ مطارد. إيه؟ أنا مطارد ملاحق. مطارد. أنا مطارد. مطارد يا ديباك. مطارد حزين. مطارد 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 مطارد. سهيل انتبه. يلا خدوا على غرفته. لا ما في شيء. انا مطارد. لا تهتم ديباك، انتبه شوي. انا مطارد. انا مطارد. انت ما كان لازم تنزعي علينا احتفالنا بهاليوم. هاي السنه عملتي غلط كبير يا فيديكا. استني وشوفي شو رح اعمل فيكي بعد اللي صار. تعي لهون. أنا ما بدي أسمع منك ولا كلمة. روحي احكي معه إله. سهيل لساته ولد، وأنا كمان مو جاي على بالي أحكي معك. أنا بعرف نوايا النسوان اللي مثلك كتير منيح، ولهالسبب كان لازم أجي لهون لأعطيك اللي بدك إياه ونخلص. هدول اللي بإيدي تذكرتين سفر.
وبدرجة رجال الأعمال. اشتريت لكم شقة بغرفتين بأندوري وسيارة بمليون ونص ورسالة توصيل لأفضل مدرسة هنيك. شوفي أنت بس ضبي غراضك وروحي وتركيها لهي المدينة ولا ترجعي لهون مرة تانية لو شو ما صار. وعم بعطيك عرض حلو. شو عم تستني؟ يلا شو الفكرة اللي أخذتيه عني؟ أنا ما بشتغل عندك، يا ريت تفهمي هالشي. ما فيكي تسيطري على ساهي؟ إذا أنتي تقدري روحي وقفي وأعطيك كل هدول اللي جبتيهم معك. بعتيه لوين ما بدك درجة رجال الأعمال واشتري له البيت اللي بيعجبه، بس خليكي بعيدة عني وخليه هو بعيد عني. سهيل بيكون مثل ابني، هو الابن الوحيد لهي العيلة. خبريني هو ليش لازم يترك المدينة؟ انتي المسؤولة عن هي الفوضى وانتي لازم تروحي من هون. رفضتي عرضه بس من جواتك بدك اياه يوقع بحبك اكثر، مو؟ واليوم تأكدت كل شكوكي بانه انتي ام طماعة ومصرة على الارتباط معه باي شكل، وقريبا رح توافقي على الزواج منه. اسمعيني، انا ماني مضطرة جاوبك او حتى اشرح لك شي نهائيا، بس رح خبرك شغلة وحدة، وهي أنا وعيلتي كمان ما رح نطلع من هاي المدينة أبداً. وأنا ماني غلطان، فماني مضطرة سافر من هون، وإنتي ما فيكي تجبريني اتحمل أي مسؤولية. لا تعدي تناقشيني هلأ، وإلا مو بس بهاي المدينة ما رح أطلق إنك تطلعي من هذا البيت قبل ما أضطر أطردك بالقوة. ويا ريت لعد تجي لهم ولا بقى تدقي على الباب مرة تانية. عيد سعيد. قديشك مخادعة يا فيديكا ماثور. عم تتظاهري انك منيحة وتضللي العالم، بس تذكري هالشغلة، إذا بتخرب حياة ابني سهيل بهي الطريقة وبسببك تحديداً، رح خلي حياتك تنقلب فوقاني تحتاني. ما رح خليكي تعيشي بهالبلد، مو بس بهي المدينة الصغيرة. ولحتى خلي سهيل يبعد عنك، أنا ما رح أتردد أبداً، حتى لو كنت بدي أقتلك. وخدي هذا الحكي وعد مني إلك، رح تندمي كتير. أنا بورجيكي قديش عنيدة هي المرأة، وكيف بتسترجي توقع شاب عمره 24 سنة بشباكها هيك، مع إنه هي مرة كبيرة وواعية وعمرها 42 سنة، وعندها الجرأة لتقول إنها ما رح تطلع برات المدينة. بس تحملتها بما فيه الكفاية، رح طالعها من كل هي المدينة وأخلص منها. مشان هيك حكيت معك. أنت الموجه بمدرستها صح؟ هذا شو عم يعمل هون؟ أنت لازم تدمر سمعتها وتخليها تروح من هي المدينة وهي سمعتها مشوهة. طلباتك أوامر حماتي. أنت لا تأكلي هم أي شيء. أنا بتشكرك كثير يا بونيش، أنت بحياتك ما خيبت لي أملي فيك يا ابني. مرحبا، طوق الكوندان صار جاهز هلأ. أنت ما بتفكر يعني؟ كيف بتفوت بدون ما تدق الباب؟ مالك شايفني إنه أنا مشغولة هلأ؟ أنا آسف كثير حماتي، أنا غلطت. عشو عم تطلع روح؟ أنا لازم أعرف شو عم يحكوا هدول، وأعرف شو عم بيصير هون. شو عم تعملي يا ماما؟ حلو أو شي تاني؟ بالمناسبة ما أنه مهم، شو ما عملتي عم تبين لا ما رح تسامحك صح بعد اللي عملتيه بهداك اليوم؟ مين اللي طلب منك تعملي هالشي؟ مو الكل بيقدروا يتحملوا ماما، مو مشكلة، خليني ساعدك شوي. مين بيعرف يمكن عمتي تسامحك إذا كان طيب؟ سكتي، مو خجلانة عم تتمسخري علي؟ بس أنا ما غلطت بشي. فيديكا هي المسؤولة عن كل اللي صار،
ولو ما خلت ساهيل يحبها ما كنت قلتي اللي قلته. هي اللي استغلت الوضع وصار اللي صار. بلشت تومي فيديك على أغلاطك، صحك يا أمي؟ ما عم تتمسخر مو هيك؟ ما بتعرف قديش كنت قلقانه.